هذه الوطن هذا الوطن تتوقف هنا من مركز الاعلام لصور التحرير لعرض البيان الاعلامي. موقعات الجمل الجديده بدا الاعداد لهذه الموقعه منذ الصباح الباكر، حيث قامت القوات المسلحه باعداد المتاريس من خلال الاسلاك الشائكه، ووضع خلفها ثلاث صفوف من الشرطه العسكريه والامن المركزي والصاعقه تحميها المدرعات، وفي الخلف سيارات اطفاء، وقد استعانوا بالبلطجيه من حزبه ابو حشيش ومن شيئة الصدر وشجرة والعباسية، والذين أطلقوا عليهم لجان شعبية. وقد قام أحد اللواءات ومعه بعض الضباط ببث الشائعات بأن صوار التحرير سيقومون بالتعدي على سكان العباسية، وقد تم التحضير لهذا العمل. العدوان على الثوار، وتم الاحتكاك بالمتظاهرين الذين كانوا يهتفون يا اهالي العباسيه سلميه سلميه، وتم العدوان عليهم بالحجاره وزجاجات الملوتوف وزجاجات الفارغه والاسلحه البيضاء والشوم والسنج والسيوف، مما احدث اصابات بالمتظاهرين الذين سبقا قاموا بتحديد موعد المسيره سلفا لابلاغ المجلس العسكري رساله مفادها الشرعيه الثوريه. وقد تم اصابه اكثر من 700 متظاهر بجروح قطعيه، وقد توفى محمد محمود من البدرشين 25 سنه اصد اصابته بطلق ناري اختلق الراس. محمد محمود. وفتح مسجد النور ابوابه لاستقبال المصابين، والقوه الثوريه تنأى بالدفع في اتجاه احداث انقسام بين الجيش والشعب، وتدعو الى اجراء التحقيقات في اعداد هذه المتاريس وحمايه البلطجيه والعدوان على المتظاهرين، وتطالب المجلس العسكري بايضاحهم كامل ومجلس الوزراء بتشكيل لجنه تقصي حقائق لتقديم كل من ساهم في هذه المجزرة وموقعة الجمل الجديدة إلى المحاكمة العسكرية. شكرا.